واش واش كاين يوسف؟ يوسف المخرج نحييه، عنده واحد النبرة تاع الصوت، قال لي كاين طريق في الجلفة. طريق دركو نشوفو، دركو نشوفو الطريق تاع يوسف في الجلفة. الطريق اصبر اصبر اصبر، كي جات الفرصة الطريق هذه اللي قال عليها يوسف. احبس يا احبس يا احبس يا يوسف يا يوسف احبس. يوسف قال لك طريق في الجلفة، طريق طريق القاع والباع. الطريق هذه جاية في الولاية المنتدبة مسعد، بالذات اكزاكت في بلدية سلمانة، اكزاكت جاية في واحد المنطقة يسموها أم القراد. وكان يوسف يقول لي أم القراد، طريق طريق أم القراد أم القراد. هذا الطريق باش تفك العزلة على منطقة أم القراد، باش تخرجها في طريق الفيض. كاين واحد الواد جايز على الطريق تاع أم القراد. السلطة المحلية دارت مشروع تاع الطريق تاع 3.2 كيلومتر، وكاين في الواد راح تخدم جسر، جسر باش المواطن يعقب باش ما يديش الواد. السلطة المحلية دارت جسر باش المواطن ما يديش الواد. السلطة المحلية لو كان غاي ما دارتش الجسر وخلت المواطن يديه الواد. أطلق هاوليك المشروع تاع الجسر تاع البو في طريق أم القراد، كما يقول يوسف أم القراد. ها انتباه أشغال، هاوليك الجسر، مشروع تاع جسر في بلدية سلمانة طريق أم القراد. أم القراد المشروع هذا بدا في جويي، بدا في جويي، ومن بعد كي بدا في جويي جات واحد الحملة تاع صلاحة النوادر ادات المشروع. ومن بعد كي صحى الحال عاود جا المقاول عاود يروفلونا المشروع، والصور هذه جبناها لكم البارح. يعني هاو المشروع تاع الجسر لو كان يا السلطات المحلية تاع سلمانة وتاع الولاية المنتدبة، لو كان غير خليتو المواطن يديه الواد وما درتلوش هذا المشروع. ملخ خاطر اون فرونسي يقول لك اكوا سا سير، واش معناتها كي دير مشروع كيما هذا وكي يجي الواد يديه؟ انت داير الجسر باش المواطن تسلكو من الواد، هاو المشروع وديها الواد. دروك تسلك المشروع ولا تسلك المواطن؟ هتفاهموا، سلكوا واحدة من الزوج، يا تسلكوا المواطن يا تسلكوا المشروع. انتم ما سلكتوا لا مواطن لا مشروع. احبس احبس يا يوسف احبس احبس احبس، اعطينا الواد هذا كي يحمل باش تفهموا واش راني نقول. احبس خاطر كاين ناس يقول لك النووي واش راه يهضر، كيف المواطن يدي الواد؟ ايه خلي المواطن يعقب هكذا خير. هاي اطلق، هذا هو المشروع. المشروع فيه زوج سناتر وفيه واقيل زوج من الله ما على بالي، والله ماني والله انا ما جمعوا لك ما نفهمش. انا ديجا اصلا ما نفهمش، انا دوريجين ما نفهمش، وزدت وليت من تحت ما نفهمش. اه هنا هنا في هذا المكان بالذات السلطة المحلية راح دير رياليزاسيون تاع تاع جسر تاع بو باش تصوفي المواطن باش ما يديش البار باش ما يديش الواد. ها هنا هاملك الله، ها هنا المكان المخصص لإنجاز مشروع جسر لتسهيل عملية العبور، عبور المواطن السلماني إلى الفيض. كي تجي الحملة هذه صلاحة النوادر، كي تجي الحملة ما تخلي لا مواطن لا جسر. علاش راني نهضر هكذا؟ الجلفة ولا غير تغير، والله غير تغير، أقسم لكم بالله راني نقولها النووي في قناة النهار، ولاية الجلفة ولا غير تغير. مين تغير؟ تغير من السلطات المحلية. من الاخر السلطات المحلية تاع الجلفة خلات الجلفة تغيظ، مسكينة الجلفة مسكينة. ايه جسر تاع جسر كيما هذا تبنيه في واد كون غايب نيتو كملتو. اليوم رانا في توبر غدوة نوفمبر مازال الجسر ما كملتوش، ولو كان غاي جا جسر قلت لكم خلوا المواطن يديه الواد خير. وافهم يا الفاهم،
يوسف راه مقلق على الطريق، غاطو الطريق شويه، يضرب اضرب زيد زيد زيد، اطلق يا يوسف اطلق.